في أجندة بلبنان خارج هالأجندة. أهلا بكم إلى الصباحية من تلفزيون مستقبل، وفيها أنا سعيد جدا أنه يعني عم نشوف أنه الأقوال عم تتحول لأفعال. الحريري يطلق من السراي حزمة تخفيض أسعار للخلوي مخصصة لطلاب الجامعات. عون يتحدث عن تحسن تدريجي في الوضع الاقتصادي والمالي للبنان. My first foreign trip as president of the United States will be to Saudi Arabia. الجبير يصف زيارة ترامب إلى المملكة بالتاريخية ويؤكد أنها ثمرة جهد جبار من ولي العهد السعودي. صباح الخير. انتخابيا لم يسجل أي خرق يذكر على خط شكل القانون أو المهل الدستورية، على الرغم من بعض الاتصالات التي شهدتها الساعات الماضية، إذ ذكرت المعلومات أن مشاورات حملت الطابع الثنائي جرت بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وبين حزب الله وحركة أمل، وكذلك مع الحزب التقدمي الاشتراكي، بالإضافة إلى تواصل ما بين عين التين وبيت الوسط بين الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري، سواء عبرهما مباشرة أو عبر الوزير علي حسن خليل ومدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري. صحيفة المستقبل قالت إن أزمة جديدة بين قصر بعبدة وعين التيني بدأت تلوح في أفق القانون الانتخابي، وهي أزمة المهل الدستورية، في إشارتها إلى المواقف المغايرة لكل من رئيسي الجمهورية ميشيل عون ومجلس النواب نبيه بري. فالرئيس عون يرى أن رحلة البحث عن قانون الانتخاب مستمرة حتى ما قبل منتصف ليل 19-20 حزيران المقبل، موعد انتهاء ولاية المجلس النيابي، فيما يتمسك الرئيس بري بمهلة 15 من أيار كحد زمني فاصل بين التوافق على الصيغ التسويوية لقانون الانتخاب وبين العودة إلى مربع النسبية الكاملة. وفي هذا السياق نقل زوار بري عنه قوله ننتظر 15 أيار وبعدها لكل حادث حديث، مردفا في 10 أيام يخلق الله ما لا تعلمون، ولكن بعد 15 أيار كل من تعنت ورفع السقف عاليا سوف يندم على كل ساعة أضاعها من عمر التوافق. ومن القصر الجمهوري دعا رئيس الجمهورية ميشيل عون إلى عدم الإصغاء إلى أصوات المشككين والساعين إلى تصفية الحسابات السياسية، مؤكدا أمام زواره أن الوصول إلى اتفاق على قانون جديد للانتخاب أصبح قريبا جدا. أمام وفود حضرت إلى بيروت للمشاركة في مؤتمر الطاقة الاغترابية، طمأن رئيس الجمهورية ميشيل عون اللبنانيين مقيمين ومنتشرين إلى أن الوضع الاقتصادي في لبنان إلى تحسن تدريجي، وأن الأشهر الخمسة الماضية شهدت زيادة في موارد الدولة وضبطا للإنفاق وتراجعا كبيرا في نسبة الهدر الذي كانت تعاني منه خزينة الدولة. الرئيس عون أشار إلى أن التقارير المالية والاقتصادية تشير إلى تطور إيجابي يضاف إلى الاستقرار الأمني الذي تعيشه البلاد، الذي جعل عدد الذين حضروا للمشاركة في المؤتمر يزيد عن 2000 شخص من 100 دولة في العالم. وقال رئيس الجمهورية لأعضاء الوفود التحسن يتم على مراحل، إذ ليس من السهل إزالة كل ما تراكم من سلبيات خلال 6 أشهر فقط من عمر العهد. وأمام وفد اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية دعا الرئيس عون إلى عدم الإصغاء إلى أصوات المشككين والساعين إلى تصفية الحسابات السياسية. وأكد رئيس الجمهورية إلى أن الوصول إلى اتفاق على قانون جديد للانتخاب أصبح قريبا جدا، لافتا إلى أن موسم الصيف سيكون واعدا ومنتجا. في السراي الحكومي إطلاق حزمة أسعار لطلاب الجامعات ذات الأسعار المنخفضة لكلفة التخابر الخلوي والإنترنت. وقد أكد الرئيس الحريري أن الحكومة
ستعمل على تطوير قطاع الاتصالات في لبنان. إيمانا منه بالطاقات الشبابية وأهمية الحفاظ عليها، رعى رئيس الحكومة سعد الحريري في السراي الحكومي حفل إطلاق حزمة طلاب الجامعات في لبنان التي نظمته وزارة الاتصالات مع شركتي تاتش وألفا. الرئيس الحريري أكد أن تطوير قطاع الاتصالات في لبنان هو أولوية كبرى بالنسبة إلى الحكومة وإليه شخصيا، واعدا بمواكبة التطور العالمي لا سيما بالنسبة إلى الإنترنت السريع. بدي أقول لكم أنه نحن كحكومة ولا كدولة دائما إلى جنبكم كشباب وشابات. يمكن كان في تقصير بالسابق، نحن عم نعمل كل جهدنا أنه هذا التقصير نعوض عليه. هذا جزء صغير كتير من الأمور اللي إن شاء الله حنقوم فيها. نحن بنتمنى إنه الاتصالات تكون مواصلة لكل بيت بهالأسعار، وهذا الشيء اللي مفروض يصير أخيرا بلبنان، لأنه نحن عندنا الكاباسيتي بالمفروض بلبنان إنه نوصل السرعة للإنترنت بشكل كتير كبير. لسوء الحظ بالسابق هذا الموضوع ما كان عندهم حاطينها كأولوية. اليوم بالنسبة لهذه الحكومة بالنسبة لإلي هي أولوية كتير كبيرة، لأني أنا بعرف إنه هذا الشيء قديش هو حيوي بشغلكم بدرسكم ونحن، وأنا بالنسبة لي كمان حيوي بشغلي وعملي وكل شيء اللي بقوم فيه بحياتي. فعلى مع الوزير وبشكره والشركات ألفا وام تي سي بشكركم، ولكن بدي شغل أكتر، بدنا نشتغل أكتر للنهار لحتى نحقق كل الأحلام اللي وكل الأعمال اللي بدهم إياها الشباب والشابات خاصة وكل المواطن اللبناني بهالبلد. نحن واجبنا أنه نخدمكم، واجبنا أنه نكون عم نشتغل لمصلحتكم، لأنه بآخر المطاف نحن موجودين هون عشانكم. من جهته نوه وزير الاتصالات جمال الجراح بجهود الرئيس الحريري وإيمانه بقدرة الشباب على بناء الوطن. والأمانة التي حملتها فإن رونقها وبريقها في معظمه يأتي من 35 ألف طالب غرسهم الرئيس الشهيد رفيق الحريري في حديقة الوطن ليزهو تقدما وإنجازا وبناء وليقدموا مشروع وطن. وطن لجميع أبنائه يتكرس فيه العيش المشترك وثقافة الاعتدال وإرادة الإنجاز والتقدم. وتحدث في الحفل رئيس مجلس إدارة شركة ألفا مروان الحايك والرئيس التنفيذي لشركة تاتش أمري غوركان، وتخلله باقة من العروض الخاصة لجميع طلاب الجامعات في كل لبنان بأسعار منخفضة. هذا وترأس رئيس الحريري اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة دراسة موضوع المقالع والكسارات. الأزمة التي نتجت عن إقفال المقالع والكسارات والمرامل بحثها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي خلال اجتماع للجنة الوزارية المكلفة دراسة الملف بحضور وزير الداخلية نهاد المشنوق، وزير البيئة طارق الخطيب، وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، ووزير الصناعة حسين الحش حسن. اللجنة قررت إعطاء مهلة شهر لتسوية أوضاع جميع المرامل والمقالع والكسارات الغير مرخصة تحت طائلة الإقفال التام والنهائي. جميع المرامل والمقالع والكسارات المرخصة قانونا تعمل منذ هذه اللحظة وتنقل بضائعة. غير المرخص عنده شهر لنقل ستوكات بالمقالع والكسارات والمرامل. والمقالع والكسارات والمرامل غير المرخصة عند مهلة شهر للتقدم من المجلس الوطني للمقالع والكسارات لتسوية وضعها تحت طائلة الإقفال التام والنهائي. وتم الاتفاق على عقد اجتماعات متتالية لمتابعة هذا الموضوع وإجراء الكشوفات الدورية والجدية اللازمة لضبط هذا القطاع اللي ضرر بشكل كبير بالبيئة بلبنان. الرئيس الحريري استقبل وفدا من منطقة شحيم وإقليم الخروب برئاسة النائب محمد الحجار، الذي شكر الرئيس الحريري على ما يقدم لإقليم الخروب من مشاريع إنمائية وخدماتية. إقليم الخروب له ملء الثقة بدولة الرئيس سعد الحريري وبما يقوم به
وما يبذل من جهود وإمكانات لإنقاذ البلد وإنقاذ الوطن وإنقاذ الدولة. كما استقبل الرئيس الحريري وفدا من جامعة HEC معهد الدراسات العليا للأعمال في باريس ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير، الذي أبلغ رئيس الحكومة بأنه سيكون للجامعة مركزا في بيروت وسيكون في المعهد العالي للأعمال CA. وعرض الرئيس الحريري ملف النازحين السوريين في لبنان مع مدير مركز الأزمات والدعم في وزارة الخارجية والتنمية الدولية الفرنسية باتريس باولي بحضور السفير الفرنسي في لبنان إيمانويل بون. وتتابعون بعد الفاصل: اتفاق المناطق الآمنة في سوريا يدخل حيز التنفيذ. أهلا بكم، نتابع النشرة. دخلت مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء مناطق آمنة في سوريا حيز التنفيذ منتصف الليلة الماضية. وأكدت وزارة الدفاع الروسية تعليق استخدام طائراتها الحربية في تلك المناطق. وكان الموفد الروسي إلى محادثات أستانا أعلن أن المناطق الآمنة باتت مغلقة أمام المقاتلات الأمريكية وطائرات التحالف الدولي. انطلقت الدفعة 8 وقبل الأخيرة من مقاتلي حي الوعر في حمص باتجاه مدينة جرابلس الخاضعة لسيطرة قوات درع الفرات في شمال سوريا. في هذا الوقت عاد الهدوء إلى مدن وبلدات الغوطة الشرقية بعد اتفاق غير معلن بين فيلق الرحمن وجيش الإسلام. بعد أسبوعين من الاقتتال بين فصائل الغوطة الشرقية والذي خلف عشرات القتلى في صفوف الأطراف المتنازعة، عاد الهدوء ليسود مدن وبلدات الغوطة بعد اتفاق بين فيلق الرحمن وجيش الإسلام. القيادة العامة في جيش الإسلام أعلنت عن انتهاء العملية العسكرية التي أطلقتها الأسبوع الماضي ضد هيئة تحرير الشام بعد تحقيق الأهداف المرجوة منها على حد تعبيرها. وتقاذف الطرفان الاتهامات بشأن من بدأ الاستهداف المراكز العائدة لهما، بالإضافة للاعتداءات التي أدت إلى مقتل أكثر من 200 شخص بينهم مدنيون. المحاصرين بهذا المكان صار اشتباكات من الجهتين، ما حسن نطلع لا ناكل ولا نشرب. لحد الآن حتى حسنت أطلع أعبي مي، شفت عنكم يعني منو نطلب لرب العالمين انه الله يحل العسر ويفرج، يهدي الطرفين على الايمان والاسلام. وليس بعيدا، تعرض حي القابون شرق العاصمه دمشق ومدينه دوما في ريفها لقصف جوي وصاروخي من قبل قوات النظام، فيما اندلعت مواجهات بين المعارضه والميليشيات الطائفيه على محاور ريف دمشق الغربي. وفي ريف حماة تجدد القصف الصاروخي على بلدة اللطامني وقرى وبلدات أخرى في منطقة سهل الغاب. وعند الحدود السورية الأردنية سقط عدد من القتلى والجرحى بينهم مقاتلون من المعارضة بتفجير انتحاري تبناه تنظيم داعش واستهدف مخيم الركبان. وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن المخيم يأوي أسر المعارضة وآلاف المدنيين. يتوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية في 23 من أيار الجاري، لتكون تلك المرة الأولى في التاريخ التي يستهل فيها رئيس أمريكي جولاته الخارجية بزيارة دولة عربية أو إسلامية. My first foreign trip as president of the United States. رحلتي الأولى إلى الخارج بصفتي رئيسا للولايات المتحدة ستكون إلى المملكة العربية السعودية وإسرائيل، وإلى مكان يحبه الكرادلة ببلدي كثيرا، روما. بهذا الإعلان يكون دونالد ترامب أول رئيس أمريكي يبدأ جولته الخارجية إلى المملكة العربية السعودية. الزيارة إلى المملكة تحمل في طياتها أكثر من معنى وتوجه رسائل عدة إلى دول المنطقة. وبحسب محللين فإن ترامب يسعى إلى إقامة شراكة جديدة مع المملكة. وأوضح المحللون أن أبرز القضايا المطروحة للنقاش مع قادة المملكة العربية السعودية هي كيفية مكافحة الإرهابيين والمتطرفين وإلحاق الهزيمة بالجماعات الإرهابية، إضافة إلى التصدي للسلوك الإيراني الهادف إلى زعزعة استقرار المنطقة وتحقيق شراكات جديدة تحسن من مستويات الأمن والاستقرار للمنطقة.
وأكد المحللون أن اختيار المملكة العربية السعودية لتكون أولى محطات ترامب الخارجية يعكس مكانة المملكة بعد التوافق الكبير بين واشنطن والرياض ما هدها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في آذار الماضي حين التقى ترامب في واشنطن، وكان اللقاء نقطة تحول في العلاقات بين البلدين بعد الإدارة الأمريكية السابقة. وهذا ما أكده وزير الخارجية السعودية عادل جوبير بتغريدة على تويتر قال فيها إن الزيارة تعتبر ثمرة لجهود جبارة لولي العهد السعودي. الجوبير الذي التقى نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون قبل أيام في واشنطن أوضح أن زيارة ترامب للمملكة ستكون أيضا تاريخية بكل المقاييس، وستشمل قمة ثنائية وقمة مع مجلس التعاون الخليجي ولقاء مع زعماء عرب ومسلمين. وقال الوزير السعودي إنه لاحظ زيادة في الدعم الأمريكي للتحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية منذ اليوم الأول لتولي ترامب الحكم. يدخل مرشحا الرئاسة الفرنسية منتصف هذه الليلة مرحلة الصمت الانتخابي تمهيدا للجولة الثانية من السباق إلى الإليزي يوم غد الأحد. الخصمان أنهيا أمس حملاتهما الانتخابية، فيما أظهرت ثلاثة استطلاعات للرأي أن مرشح الوسط إيمانويل ماكرون سيفوز بفارق كبير على مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان. مع بدء العد العكسي للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، اختتم مرشحا الوسط إيمانويل ماكرون واليمين المتطرف مارين لوبان حملاتهما الترويجية وسط أجواء مشحونة بين الخصمين. وفي اليوم الأخير قبل مرحلة الصمت الانتخابي زار ماكرون مدينة رودي جنوب البلاد، حيث جال في شوارعها والتقى مناصريه والتقط معهم الصور التذكارية. ماكرون الذي أبدى ثقته بالفوز في الجولة في الثانية كشف أنه اختار رئيس وزرائه، ولكنه لن يفصح عن اسمه قبل أن يصبح رئيسا للبلاد. جولة مرشح الوسط كانت هادئة على عكس زيارة منافسته مارين لوبان إلى كاتدرائية ريمز وهي الموقع التاريخي لتتويج ملوك فرنسا. هناك واجهها عدد من الشبان بصيحات الاستهجان، ما أجبرها على الخروج من الباب الخلفي لتغرد بعدها على تويتر قائلة: أنصار السيد ماكرون يتصرفون بعنف في كل مكان، لا يوجد كرامة. وفيما تمنى الرئيس المنتهي ولايته فرانسوا أولاند أن يحصل ماكرون على نسبة عالية من التصويت يوم الأحد، أظهرت أحدث استطلاعات الرأي أن ربع الناخبين الفرنسيين سيمتنعون عن التصويت في جولة الإعادة، وبينهم يساريون يرفضون الاختيار بين ماكرون ولوبان. في المقابل بينت ثلاثة استطلاعات أخرى أن مرشح الوسط سيحصل يوم الأحد على نحو 62% في مقابل نحو 32% لمنافسته. وسط هذه الأجواء تسلق عدد من أعضاء منظمة جرين بيس التي تعنى بالحفاظ على البيئة برج إيفل الشهير، وعلقوا لافتة ضخمة تناشد الناخبين عدم التصويت لصالح مرشحة اليمين المتطرف لمنعها من الوصول إلى الإليزي. نبقى في فرنسا التي تشهد حالة تأهب قصوى مواكبة للانتخابات الرئاسية، فقد عثرت الأجهزة الأمنية على أسلحة بالقرب من قاعدة عسكرية غرب البلاد، وذلك بعد ساعات من اعتقال شخص يشتبه بأنه متطرف بالقرب من القاعدة العسكرية نفسها. ونتابع بعد الفاصل. أسلحة أمريكية متوسطة تعزيزا لقدرات الجيش اللبناني. نعود إلى الأخبار المحلية. في البيال اختتم مؤتمر الطاقة الاغترابية أعماله برعاية وزير الخارجية جبران باسيل الذي دعا المشاركين للاستثمار في لبنان. ويعول أهل الاقتصاد على المستثمرين من المغتربين للقيام بخطوات داعمة للاقتصاد. تقرير محاسن حلبي.
أكد وزير الاقتصاد رائد خوري أن تراجع نسب النمو في لبنان بسبب الأزمة الاقتصادية وغياب الاستثمارات أزمة وستمر، وأن لبنان سيعود كسابق عهده. كلام خوري جاء خلال جلسة اقتصادية في مؤتمر الطاقة الاغترابية المنعقد في بيروت. ندعوكم للمشاركة في الاستثمار في المشاريع اللبنانية، فإننا نفعل ذلك لإيماننا العميق بلبنان واقتصاده. مدير عام المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات إيدال نبيل عتاني لفت إلى أن الاقتصاد الوطني قاوم رغم كل الظروف، والدليل أن الناتج المحلي القومي كان في العام 2006 21 مليار و600 مليون دولار، ووصلنا اليوم إلى قرابة 50 مليار دولار. نحن كمؤسسة عامة لتشجيع الاستثمارات عندنا استراتيجية كيفية تحويل هذه التحويلات اللي عم تتحول فقط إلى ودائع في البنوك إلى أن تكون مشاريع استثمارية. رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة محمد شقير أكد أن الغرف التجارية اللبنانية تعول بالدرجة الأولى على المغتربين اللبنانيين واستثماراتهم في بلدهم الأم. إن غرفة بيروت وجبل لبنان تحضر لإطلاق نادي للأعمال الذي سيشكل منصة للشركات اللبنانية الكبيرة العاملة حول العالم للتعرف على بعضها، وعقد اجتماعاتها والقيام بكل الاتصالات واللقاءات التي تمكنها من تنمية أعمالها في لبنان أو حول العالم. وفي نهاية الجلسة الاقتصادية وقع وزير الخارجية جبران باسيل ووزير الاقتصاد رائد خوري ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة محمد شقير وقعوا خارطة التكامل الاقتصادي بين اللبناني المقيم والمنتشر. تسلم الجيش اللبناني من السلطات الأمريكية شحنة كبيرة من الأسلحة المتوسطة، وذلك بهدف تعزيز قدراته القتالية لمواصلة مكافحة الإرهاب. في إطار برنامج المساعدات الأمريكية للجيش اللبناني أقيم في قيادة اللواء اللوجستي كفر شيما حفل تسلم الجيش من السلطات الأمريكية كمية كبيرة من الأسلحة المتوسطة. حضره نائب رئيس الأركان للتجهيز العميد الركن جون فرح ممثلا قائد الجيش، والسفيرة الأمريكية في لبنان إليزابيث ريتشارد على رأس وفد مرافق إلى جانب عدد من الضباط والإعلاميين. وألقت السفيرة ريتشارد كلمة بالمناسبة نوهت فيها بالدور الوطني الذي يؤديه الجيش اللبناني، وأكدت أن الدعم المستمر الذي تقدمه سلطات بلادها له نابع من الشراكة الثابتة بين البلدين الصديقين، ويهدف إلى تعزيز القدرات القتالية للجيش لمواصلة مكافحة الإرهاب والدفاع عن لبنان. من جهته تلا العميد الركن فرح كتاب شكر باسم العماد قائد الجيش إلى السلطات الأمريكية وسلمه للسفيرة ريتشارد، أشار فيه إلى الأثر الكبير للمساعدات الأمريكية في دعم مهمات الجيش لا سيما تلك المتعلقة بمواجهة الإرهاب، كما قدم لها درع الجيش التذكاري عربون تقدير وامتنان على ما تبذله مع أعضاء السفارة من جهود مميزة لتطوير علاقات التعاون القائم بين جيشي البلدين. وفي الختام نعود للتذكير بالعناوين. أنا سعيد جدا أنه يعني عم نشوف أنه الأقوال عم تتحول لأفعال. الحريري يطلق من السراي حزمة تخفيض أسعار للخلوي مخصصة لطلاب الجامعات. عون يتحدث عن تحسن تدريجي في الوضع الاقتصادي والمالي للبنان. My first foreign trip as president of the United States will be to Saudi Arabia. الجبير يصف زيارة ترامب إلى المملكة بالتاريخية ويؤكد أنها ثمرة جهد جبار من ولي العهد السعودي. هذا كل شيء في نشرة الصباح، شكرا للمتابعة. ما في أجندة بلبنان خارج هالأجندة.